الزلف اللون. يبدو أن شهر العسل لم يطل كثيراً بين هايلي بولدوين وجاستن بيبر، فبعد 4 أيام فقط على زواجهما السري في نيويورك بعدما شوهد في المحكمة وبعدما أكدت العديد من المصادر المقربة أن زواجهما قانوني وأنهما ينتظران التراخيص فقط، فقد سافرت العارضة البالغة من العمر 21 عاماً للمشاركة في عرض أديداس في لندن في أسبوع الموضة، لكن هذه المرة لم يكن معها جاستن. هايلي كانت قد شوقت الفانز بهذا الأمر على إنستغرام، وحساب جي دي أوفيشال نشر هذا المقطع تشويقاً للعرض حيث تظهر هايلي وراء الكواليس. ونشرت هي على حسابها مجموعة من الصور وعبرت على حماسها للمشاركة. يمكنكم مشاهدة العرض كاملاً، ستجدون الرابط في أول تعليق، حيث تخلله عرض غنائي من الجميلة شارلوت لورنس وهي ترتدي زياً وردياً من أديداس من قطعتين مستوحاة من التسعينات تماشياً مع العرض. فالكون أديداس أطلقت يوم 29 غشت وهي ملابس رياضية، سنترككم مع صور بعضها. يذكر أن رغم إنكار هايلي للزواج في تغريدة مسحتها على حسابها، إلا أن العديد من المصادر أكدت أنهما فعلاً وقعا الأوراق في المحكمة يوم الخميس في نيويورك. وقال مصدر مقرب أنه قبل دخول الثنائي إلى المحكمة بدقائق قالت جاستن لهايلي: لا أستطيع الانتظار حتى أتزوجك حبيبتي. وأكد مصدر آخر أنهما قاما بهذه الخطوة دون أن يستمعا إلى أي شخص، فقط قررا وذهبا وتزوجا. هايلي في أحد لقاءاتها سألتها صحفية: ماذا تقولين للناس الذين يكرهونك أو ما يسمون بالهيترز؟ فأجابت: أنا لا أكترث بهم ولا برأيهم، كل من يحاول نشر الطاقة السلبية بيننا فلن أسمح له بتدمير تلك الطاقة الإيجابية لتجربتي الجديدة. وأضافت: أنا جد متحمسة، أنا فقط أتعلم كيف أتجاهل السلبيين في هذا الوقت كي أستمتع بأجمل لحظات حياتي. كما سئل أحد المقربين من هايلي حول بعض التهديدات التي تصلها من عشاق جيلينا، فأجاب: لا، لا أعتقد أن هذا هو الصحيح، فهي ناضجة كفاية لتقوم بقراراتها لوحدها، هي تعلم ما الأفضل لحياتها، وكذلك جاستن فهو في 24 من عمره، لذلك فالفانز يجب أن يحترموا هذا القرار. شكرا لكم على المتابعة، وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر، نحبكم.